شركاء مختبر البيئة وتثمين الموارد الزراعية متنوعون، بعضهم ينتمي لهذا الحي الصناعي بضواحي بني ملال، حيث تتنوع الوحدات الصناعية لتشكل آفاقا مختلفة لاشتغال الباحثين بكلية العلوم والتقنيات. إلى هذا الحي الصناعي تنتمي هذه الشركة المتخصصة في صناعة مواد البناء، حيث تزاوج فيها الباحثة كريمة سعد بين عملها المهني كمسؤولة عن الجودة والبيئة وعملها البحثي الذي بدأته بمختبر البيئة بكلية العلوم والتقنيات. المشروع البحثي تشتغل وفقه الباحثة كريمة سعد على إعادة استعمال مخلفات نواة الزيتون لتعويض بعض مكونات الآجور بهدف تحقيق النجاعة الطاقية والتخفيف من ثقل مواد البناء. الإطار العام ديال هذا المشروع هذا هو البحث في لاتيز ديالي في الدكتوراه في كلية العلوم والتقنيات، بالضبط في لابو ديال لي زاغور روسورس، سي لا فالوريزاسيون ديال لي زاغور روسورس في كلية العلوم والتقنيات. بيان سور توت سا il y a une des essais اللي تيداروا في لابوغاتوار في كلية العلوم، وكاين دي زيسي اللي تيداروا هنايا في لاندستري المام، دونك بور اوبتونير واحد لو برودوي اللي غادي يكون صديق للبيئة، سواء ان تيرم ديزولاسيون سواء ان تيرم ديال ديورابيليتي ديال هذاك لو برودوي. هذا المشروع هذا تيدخل ضمن سياسة تنويع المواد الأولية اللي تنخدمو بها اللي تتكون ايكولوجيك، وذلك للحصول على منتوج يعطينا سلا، يعني تكون ريبون المعايير ديال لا نوفيل ريغلومونطاسيون اللي خرجت يعني على الشان ناسيونال.